متابعين نبا 24 في كل مكان، نحن الآن في القاعة التي أقيمت فيها الانتخابات لرئاسة التجمع الرياضي للجالية التشادية، ومعنا مرشح قوي والفائز بالانتخابات الأستاذ صالح إبراهيم. أستاذ صالح، بعد جهد جهيد وبعد سنين من التنافس وفي مجال الرياضة، ونعم وأنت معروف من ضمن الجالية التشادية المحبة للرياضة، ما هي انطباعك اليوم وانت فائز في هذا الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أول حاجة خليني أرحب بنبا 24 وأقدم لهم الشكر الجزيل إنهم أتوا وعملوا التغطية الإعلامية لهذه المناسبة يوم أمس واليوم، وأشكرهم جزيل الشكر باسم جميع الرياضيين. طبعا الانطباع عندما يعني شعور لا يوصف فعلا، يعني وإحنا بنعد في الأصوات وكنت يعني بطالع في الصالة وفي رؤساء الفرق، وعندما وصل العد إلى 18 أتت الشعور يعني نشوة الفرح من العد 18. فالحمد لله رب العالمين، الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لرؤساء الفرق الذين دعموني دائما وابدا طوال تاريخ الرياضة، هم داعمين لي. وكان طبعا الشيء اللي مؤخر هذا الفوز انه التكتلات والاشياء اللي كانت بتحصل، واليوم عندما طرحت بالقوائم فكان الفرق واضح الحمد لله سبحانه وتعالى، فشعور لا يوصف، وشكري كمان لا يوصف لشباب الجالية. طبعا احنا في هذه الليلة نود أن تخبرنا على عجالة بالأهداف أو برنامجك الانتخابي القادم إن شاء الله، وما هي الأهداف المرجوة منك إن شاء الله في الأيام القادمة؟ إن شاء الله طبعا أول شيء بنعيد ترتيب أوضاع رياضة جالية الفرق، أول شيء التنظيم لكل فريق على حدة، وبعد هذا التنظيم سيكون عندنا البرنامج 4 بطولات في العام، هو بطولة فخامة رئيس الجمهورية، بطولة عيد الاستغلال، بطولة الدوري العام، وبطولة السوبر. السوبر هي ختام الموسم حيكون، وحيكون الكاس باسم جنرال جديد كنية ديكير، وربما يحضر في تتويج هذا الكاس وتسليم الكاس. فهذا برنامجنا. بعد كده عندنا برنامج طبعا إنشاء أكاديميات للفرق، أي فريق نحاول في نفس الحارة اللي هو فيه إمكانية إنشاء أكاديمية باسم الفريق، وبعد ذلك بنحاول التواصل مع الجهات المسؤولة في الدولة. وطبعا كما ذكرت أنا طلبنا ميزانية مفتوحة للشباب هنا، وبعد كده زيارة الفرق التشادية الموجودة في البلاد، وزيارة المناطق نفسها سواء كان الشرق والغرب الجنوب الشمال كلها. وبعد كده حنتواصل مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد التشادي لكرة القدم لفتح مجالات للشباب في هذه الجهات. كلمة أخيرة توجهها للشباب الرياضي. شكر، مهما قلت من شكر لن أوفي حقهم أبدا، وجميلهم وصنيعهم في رقبتي، أسأل الله أن يساعدني في رد ولو الشيء القليل منهم، وبارك الله فيك. شكرا جزيلا لك، ونحن نهنيك بدورنا، وإن شاء الله ألف مبروك إن شاء الله، حظا أوفر إن شاء الله. الله يسلمك.